نظمت مؤسسة مجموعة مدارس بروج المعرفة يوم السبت الأخير ملتقى ثقافيا رمضانيا في إطار أنشطتها الموازية، إذ شمل الملتقى معرضا للتحف الأثرية المغربية القديمة بالإضافة إلى إبداعات تلامذة المؤسسة وندوة خصصت لآباء وأولياء التلاميذ وغيرهم من المهتمين. نتوقيتكم مرة أخرى في الملتقى الأول لمؤسستنا، وذلك في إطار الأنشطة الموازية التي تقوم بها المؤسسة. وهذا الملتقى يتضمن معرضا خاصا بالتحف الفنية والأثرية المغربية القديمة وندوة تربوية تحت إشراف الأستاذ الكريم الدكتور طيب فرايباف، دكتور في الدراسات الإسلامية تخصص فقه الأصول والمقاصد. وسيستمر الملتقى إلى ما بعد الامتحانات إن شاء الله، وسيختتم بمسابقة في قراءة وتجويد القرآن الكريم. وجاء تضمين الملتقى لندوة الطيب كريبان الدكتور في الدراسات الإسلامية فقه الأصول والمقاصد وعيا من مؤسسة مجموعة مدارس بروج المعرفة بالدور المحوري لآباء وأولياء الأمور في إنجاح الدورة التعليمية، خصوصا وأن موضوع الندوة كان عن كيفية ترسيخ المبادئ والقيم في فلذات أكبادنا بسلاسة وبدون تعصب. الموضوع المختار هو يواكب شهر رمضان المكرم، وهو أن أبناءنا وفلذات أكبادنا محتاجين إلى ترسيخ القيم الدينية في قلوبهم وفي نفوسهم. وأحيي الأطر التربوية بهذه المدرسة التي اختارت هذا الموضوع في هذا الشهر الفضيل الكريم، فما أحوج أبناءنا وذرياتنا أنهم يتشبعون بروح الدين الإسلامي، وأنهم بالإضافة إلى التحصيل العلمي والمعرفي يكون دائما هناك الجانب التربوي والأخلاقي، لأن الفلسفة ديال العملية التربوية والتعليمية لابد أن تواكب خطين متوازيين. الخط الأول هو التحصيل المعرفي العلمي، وبالإضافة إلى ذلك الجانب التربوي الأخلاقي. مبادرة تشاركية ما بين مؤسسة مجموعة بروج المعرفة والدكتور الطيب قريبان كللت بالنجاح بالنظر إلى الانتباه والتماهي الكاملين مع فعاليات سواء الندوة أو عموم الملتقى الذي سيستمر عبر مسابقة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم.